بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة استكمال للمحاضرات السابقة حول تصميم تقاطعات الطرق، ونتحدث في هذه المحاضرة عن حساب الكباسيتي أو السعة المرورية للحركات الضعيفة التي لها مقاومة على التقاطع المتحكم به عن طريق two-way stop control أو priority control. المعادلة التي نستخدمها كما ذكرنا في السابق هي هذه المعادلة، وهي تعطيني potential capacity of the movement number x، ومبنية على conflicting volume للحركة x، ومبنية على critical gap accepted by the movement x and the flow of time for the movement x. وتحدثنا عن كيفية حساب conflicting flow للحركة رقم واحد، وهي الحركة المتجهة يسارا من الميجر رود، وعرفنا كيف يمكن حساب الكونفليكتينج فلو إلها. وحركة واحد طبعا هي تقابل الحركة أربعة في الاتجاه الآخر، ونفس الطريقة ونفس الملاحظات. أخذنا بعين الاعتبار الملاحظة إيه اللي هي بتقول لو توفر عندي جزيرة في الطريق تفصل الحركة رقم 6 وتعدلها وتصبح غير مؤثرة على الحركة رقم 1 المتجهة بهذا الاتجاه. في الحالة هذه الحركة رقم 6 يمكن أن تهمل في المعادلة. نفس الشيء بالنسبة للحركة رقم 4، لو توفر جزيرة الحركة رقم 3 تفصلها، وبالتالي يمكن أن نهمل الحركة رقم 3 في حساب conflicting volume لتلك الحركة. النقطة اللي بعدها وهي حساب conflicting flow للحركة رقم 9. حركة 9 وحركة 12. الآن الملاحظة المهمة في هذا الموضوع أن الحركة رقم 9 هي الحركة المتجهة يمينا من minor road، وننظر لحساب الكونفليكتينج فلو إلها نجد انه يعارض هذه الحركة V2، يعني المتجهين إلى الأمام straight ahead traffic من الميجر رود، ولكن قسمنا عددهم على عدد اللينز على N. طيب هذه بدها شوية تفسير. في هذه الحركة في الغالب راح تاخذ أقصى اليمين، وبالتالي الموجودين في اللين اللي هنا أثرهم حيكون تقريبا مش موجود على الحركة 9، فهم حيهتموا حركة 9 أكثر شيء باللين القريب منهم، لأن هم بالآخر راح يندمجوا معاهم، وبالتالي حيصير الكونفليكت عندهم. إذا في الحالة هذه ايش عملنا احنا؟ أخذنا الفوليوم كله المتجه إلى الأمام قسمناه على عدد اللينز اللي موجودة هنا والمخصصة للاتجاه إلى الأمام. وبالتالي في الحالة هذه الألف هنقسمها على 2 حصير 500. لو في عندي 3 لينز متجهة إلى الأمام هقسم على 3. لكن وجود 3 لينز حيكون صعب، نادر في الحالات. طيب، هنلاقي في عندي ملاحظة على المعادلة اللي هي الملاحظة B. الملاحظة B هي بتوضح الكلام اللي حكيناه قبل قليل، انه بنقسم على عدد اللينز وبتضيف عليها حاجة كمان إضافية بتقول ايش؟ انه لو انت عارف انه الألف هذول موزعين مش بالتساوي، فبالتالي اعتمد على العلم اللي عندك. كيف يعني مش بالتساوي؟ يعني لو أنا من دراسة سابقة أو من عد مروري حقيقي وجدت أنه هذا اللين بيأخذ مثلاً مش 500، 400 فقط، والستمية بيروحوا على اللين الآخر، فبأخذ 400. لو أنا وجدت لا 600 بيجوا هنا و 400 بروح هناك، فبأخذ 600. لو عندي عد دقيق وأنا واثق منه، إذا ما في عندي خلاص بعمل فرضية أنه بتوزعوا بالتساوي. مش بتضركم يعني هذا كلام دقيق 100%، لكن تقريبي وبعد الغرض، فبالتالي بقسم على 2 وباخذ نص الكمية
بعتبرها هي التي تعاود الحركة رقم 9. طب نكمل حديثنا ونشوف المعادلة إيش بتكمل. المعادلة بتقول إنه إذا V2 على 2 مع الملاحظة B اللي ذكرناها قبل قليل ثم 0.5 V3 هما اللي بروحوا يمين من الميجر رود. طبعا ليش ضربناها 0.5؟ تشبه الكلام اللي حكيناه قبل في ال لا أول مرة نحكي فيها. 0.5 V3 ليش؟ الحركة هذه اللي متجهة إلى اليمين نقسمها على 2. طبعا البعض حيقول اصلا ليش ناخذها بعين الاعتبار؟ مزبوط؟ هقول لك لا هذه اثرها ضعيف او حتى غير مؤثر. هنقول له انتبه، لو كان ما في عندي جزيره هنا وما في عندي لين او ما في عندي لين مستقل، وبالتالي الحركه هذه اللي بتروح يمين بتاثر مش مفصوله، وبالتالي الشخص اللي بيروح كده خاصة هذا موجود في الميجر رود دائما الأولوية معاه، وبالتالي أنت هنا بدك تقدر هل هو سيتجه إلى اليمين أو بده يستمر، أنت لسه عندك شك في آخر لحظة ممكن يتجه إلى اليمين أو يقرر إنه يستمر، وبالتالي إحنا مراعاة لهذه النقطة ضعفنا الكلام هذا قسمناه على إيه؟ على 2 يعني 0.5 أخذنا نصف تقريبا على إنه مش كلهم حيشكلوا تهديد الحركة رقم 9، جزء منهم حيشكل تهديد لانه افرض هو حتى معطي غماز يمين وفي اخر لحظه قرر انه يستمر بضله في الميجر رود. من ناحيه قانونيه صعب انك تقول هو الغلطان، والحذر لازم يكون واجب بالنسبه لك. اذا بالتاكيد هذا حيأثر علينا ولكن بقيمه مخفضه اللي هي 0.5. اذا هنا اعتبرناها 0.5 V3. لاحظ اعطاني ملاحظه سي. ملاحظة سي لو قرأناها هيقول لي انه لو انتبهت انت انه الرايت تيرن اللي هي الحركة 3 أو 6 في عندها سبيشال لين حتى بدون جزيرة، لو مجرد انها لين مستقل بيفصلها وبيوضح انه هذول رايحين على اليمين من بدري، اذا ممكن انا اهملهم نق في كونسيدر. ايش يعني؟ يعني معنى ذلك انه الحركة هذه ممكن تلغي نهائيا لو كان في عندي لين مستقل بيفصل المتجهين يمين لهم الحركة 3 أو الحركة 6 يفصلهم من بدل. تمام؟ بضيف لهم الحركة المشاة 14 و15. يعني في حالة وجود جزيرة بنسمش الترم هذا، في حالة وجود جزيرة أو حتى مش بس جزيرة لين مستقلة اليمين، حتى لو في جزيرة مثلثة خلاص بلغي الحركة رقم 3 أو الحركة رقم 6. لكن أخذنا المشاة في الحالتين هنا وهنا لأنه الحركة 9 بتكون متوقفة قبل الستوب لاين والمشاة بيكونوا بيمشوا أمامها، وبالتالي لو في مشاة حيستنوها. يعني إذا كان بدكم تفسرها أكثر فهي ممكن تطلع على الصورة اللي هنا، وبالتالي هدول الناس لو في عند ستوب لاين مثلا هنا وبتظهر عنده المشاة بيكونوا ماشيين أمامهم، وبالتالي بسبب إعاقة لحركة. ولما تميل بهذا الاتجاه برضه لو في مشاة حيكونوا بيمشوا أمامهم وكمان حيسببوا إعاقة لهم، وبالتالي في الحالة أخذنا حركة المشاة في الحالتين. بنفس الطريقة الحركة الأخرى اللي هي رقم 12 بنعالجها بنفس المعلومات لكن مع اختلاف طبعا أرقام الحركات، وهذا الشيء طبيعي. الحركة اللي بعدها هناخدها بعين الاعتبار هي الحركة رقم 8. والحركة رقم 8 خلينا نذكرها أكثر من النمبرينج سيستم اللي هي الحركة اللي ماشية ستريت من الماينر رود، وفي المقابل نفس الشيء الحركة رقم 11 اللي جاية من الاتجاه الآخر. طيب الحركة هذه رقم 8 ما هي الحركات التي تعارضها؟ من الواضح انه هي ستتأثر بالحركة رقم 3
هو بالحركة رقم 2 والحركة رقم 1 أكيد. ومش بس هيك، ما حتأثر بالحركة رقم 4 و5 و6، يعني هذه الحركة ضعيفة جدا وتحتاج إلى يعني انتظار طويل حتى تجد فجوة في هذا الاتجاه وهذا الاتجاه معا، حتى إيه تنتقل بأمان من هذه المنطقة إلى تلك المنطقة. طيب إذا معنى ذلك الكونفليكتنج فلو حيكون مجموع جميع الحركات هذه اللي احنا تحدثنا عنها مع بعض الملاحظات اللي حنذكرها بعد قليل، بالإضافة لطبعا حركات المشاة. تعالوا نشوف كيف القانون أو الطريقة عالجتها. الطريقة انتبهت لنقطة مهمة، إنه لو كان عندي الوضع بهذا الشكل، يعني في عندي جزيرة بالوسط، بالتالي الحركة رقم 8 غالبا حتقطع الطريق على مرحلتين، على تو ستيجز. ستيج 1 حتكون الانتقال من النقطة هذه للمنطقة الآمنة اللي بالوسط، وبالتالي الكونفليكتنج فلو في هذه الحالة حيكون فقط اللي جايين من هذه الجهة. إذا شعرت بالأمان في هذه المنطقة ستبدأ بالاهتمام بالشق الآخر وتبحث عن فجوة إضافية هنا ثم تكمل الحركة. إذا في الحالة هذه حتكون الانتقال أسهل وأسرع مما لو اضطر السائق للحصول على فجوة متزامنة في الاتجاهين. يعني ممكن يحصل على فجوة كافية هنا لكن ما تكونش متزامنة مع فجوة أخرى هنا، وهذه احتماليتها أكثر، والعكس. بينما إذا أقطع في ون ستيج معنى ذلك محتاج لإيش؟ محتاج لفجوة هنا وهنا في نفس الوقت، وهذا قد يكون صعب أحيانا. ممكن نشبه هذا الكلام عشان نسهل شوية على حالنا بحركة المشاة. يعني لو أنا عندي مشاة بدهم يقطعوا الطريق في منطقة زي هذه، فيش جزيرة بالوسط، وبالتالي الشخص اللي واقف هنا لازم ينتبه إنه في عنده فجوة كافية من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حتى يقرر إنه يقطع الطريق مرة واحدة. ما بيستطيع ينتظر في وسط الشارع، هيكون صعب وخطر عليه، وبالتالي هنا ممكن يستغرق وقت أطول في الانتظار. بينما وجود جزيرة بالوسط فهو ممكن يقطع المنطقة هذه لوحدها وينتظر قليلا ثم يقطع المنطقة هذه، يكون أسهل وأكثر أمانا وأسرع. إذا كيف بدنا نعالج هذه النقطة؟ فلاحظنا إنه الجدول بيعالجها بالشكل التالي. والحركة 8 والحركة 11 اللي هما متشابهين مع بعض ممكن تشتغل فيها في ستيج 1 وستيج 2، يعني تو ستيج بروسيس، أو تشتغل عليها على 1 ستيج. طيب في حال إنه أنت اشتغلت تو ستيجز وفي عندك جزيرة ومنطقة آمنة تنتظر فيها، بتحسب الكونفليكتنج فلو لستيج 1 لوحدها والكونفليكتنج فلو لستيج 2 لوحدها، بتحسب الكباسيتي في الحالة الأولى كباسيتي في الحالة الثانية، وبتعتمد القيمة الأقل. تمام؟ لكن لو كانوا بيقطعوا في 1 ستيج ايش بتعمل؟ بتروح بتحسب الكونفليكتنج فلو في ستيج 1 وبتجمعه الكونفليكتنج فلو في ستيج 2 وبتعوض عنه مره واحده في المعادله وبتحصل على الكباسيتي. بس مين فوائدكم حيطلع اكثر كباسيتي؟ في 1 ستيج ولا في 2 ستيجز؟ 1 ستيج 2 ستيجز. 2 ستيجز حيكون الكونفليكتنج فلو اما هذا او هذا، وقيمته حتكون اقل والكباسيتي بالتالي حتكون اكثر. في حاله 1 ستيج الكونفليكتنج فلو حتكون مجموع اللي هنا زائد اللي هنا. احنا قلنا كل ما زادت قيمة الكونفليكتنج فلو الكباسيتي راح تقل. تمام؟ طيب يعني اذا ما لاحظتش كثير في المثال اللي حنحله بتوضح اكثر. على كل حال ستيج 1 اللي هي في سي يعني كونفليكتنج فوليوم للحركة نمبر 8 ستيج 1، وهذه كونفليكتنج فوليوم للموفمنت نمبر 8 for stage 2. for stage 1 الحركة number 8
راح تتعارض مع الحركة رقم واحد، ولكن قيمة المعارض تبعتها مضاعفة. طب ليش مضاعفة؟ لسبب بسيط، إنه الحركة رقم 8 راح تتواجه مع الحركة رقم 2 في المنطقة اللي هنا، وكمان حيتزاحموا على نفس المنطقة. تمام؟ إذا هم حيتواجهوا هنا وبرضو كمان حيضلوا ماشيين ورا بعض، حدا يلحق الثاني، في احتمالية يكون في هنا كونفليكت واردة. إذا بالتالي أثر الحركة رقم 2 أثر مضاعف، ضربناها باثنين. الحركة رقم 2 رح ناخذها كلها، رح ناخذها كلها، ما عملنا زي المنطقة هنا. الحركة رقم 9، الحركة رقم 9 قسمنا V2 على N. ليش؟ لأنه قلنا فقط اللين القريب هو اللي حيأثر علينا، الثاني حيمشي موازي لنا. لكن في هذه الحالة كل الحركة حتأثر حتى لو كانت أكثر من لين، لأنه أنا مطلوب مني أقطعهم قطع شامل، مش بدي أمشي موازي لهم. فبالتالي حتواجه مع الكل في الحركة الماشية إلى الأمام، حركة رقم 2. بينما الحركة رقم 3 اللي راح إلى اليمين، فهذه ايش؟ اخذت نصها، نفس الفكره اللي عملناها قبل في الحركه رقم 9. اذا نص في 3 مع الملاحظه سي نفسها اللي حكيناها سابقا، انه لو في عندي لين مستقل على اليمين ممكن الغي كل الحركه 3 لانه بطلت يعني لها اثر. بنضيف لهم المشاة اللي حيكونوا مواجهين امامنا مباشره. ايوه دكتور، هلا اي حركه جايه من الماينر رود لو تقاطعت مثلا مع، لو كان لها مثلا تقاطع في اكثر من مكان مضروبه في اثنين، مثلا زي حركه رقم 1 اللي كانت في الكونفليكت وبعديها في الميجر رود الرئيسي طبعناها مضاعفه. تمام، لو مره واحده بس باخذها زي ما هي، ولو خذها زي ما هي في نص. تمام، قلت هذا محاوله لفهم الامبيريكال ايكويشن، محاوله من طرفنا لفهمها. لكن احنا مش حنجتهد، يعني احنا لقيت مجرد حنطبق تطبيق، حنصدق الناس اللي عملوا المعادله ونثق فيهم ونقول كلامكم صح وحنمشي وراكم، بس بنحاول نفهم ايش عملوا هم. فهمت علي؟ قلت لو احنا مش مصدقينهم من حقنا، لكن بدنا نثبت ان هم غلط، وبالتالي نعمل معادله جديده نقول لهم لا هذه ادق من معادلتكم، وممكن ليش لا. لكن حتى الان ما حدش اتحدى وما حدش قال انه شغلكم غلط، فبالتالي احنا مضطرين نصدق. تمام؟ اذا هذه الحاله ستيج 1. طيب ستيج 2 الان في المرحله هذه بده يتطلع على الجهه الاخرى جايين من اليمين، فحنلاقي بي 4 برضه بي 4 ضاعفها. ليش ضاعفها؟ لانه هذول بيمشوا ببطء، حينتظروا في المنطقه هذه، حيكونوا مواجهين مواجهه مباشره للحركه رقم 8. تمام؟ طيب الحركة الخامسة باخذها كلها برضه، ما بقسمهاش على عدد اللينز لأنه كلهم حيعارضوا. وستة نفس ما عملنا بثلاثة، ما هم برضه رايحين يمين. إذا كان مفصولين بلين مستقل مع ملاحظة إيه؟ مع وجود جزيرة إلى آخره، برضه إيش؟ بلغي الحركة ستة. لو ما فيش جزيرة كده أعتبر الحركة ستة كلها. بنضيف حركة المشاة في الحالة هذه، طلعت الكونفليكتنج فلو في ستيج 1 وستيج 2. إذا لو كان عندي تو ستيجز حاخذ القيمة الأولى واحسب عليها الكباسيتي، والقيمة الثانية لستيج 2 واحسب عليها الكباسيتي، الكباسيتي الأقل حاعتمدها. لو فرضت إنه فيش عندي تو ستيجز، يعني فيش عندي جزيرة بالوسط، فيش مجال إني أقطع الطريق بشكل مرحلي، في الحالة هذه حجمع القيمة اللي طلعت معي هنا زائد القيمة اللي طلعت معي هنا، عوض عليها مباشرة في المعادلة واحصل على one value for capacity واعتمدها انه هذه هي القيمة. لكن احنا اتفقنا على انه في الون ستيج بالتأكيد حتكون الكباسيتي قيمتها اقل، في التو ستيج بروسيس حتكون الكباسيتي اعلى. تمام، اذا هذه هي الحركة رقم 8، وبالتأكيد ما ينطبق على 8 ينطبق على 11.
الإشي اللي بعدها اللي هو الحركة رقم 7. الحركة رقم 7 وهي الحركة المتجهة يسارا من الماينر رود أو ما يقابلها الحركة رقم 10. نفس الشيء الحركة الآن رقم 7 في احتمالية أنها تقطع طريق in two stages أو in one stage بنفس المبدأ بنفس المفهوم، لكن تعال نشوف conflicting flow في stage 1 فراح نجد أنه والحركة هذه متجهة كده في stage 1 حتواجه ثلاث حركات هذول، حتكون الحركة رقم 1 برضه مضاعفة، الحركة رقم 2 كلها، ونصف الحركة رقم 3 مع وجود النوت سي اللي بتعني انه لو في لين مستقل بفصل حركة 3 في اليمين ممكن اهملها ونضيف لها الحركة 15 حركة المشاة. اما في ستيج 2 فايش اللي حيحصل؟ في ستيج 2 حنلاقي انه الحركة رقم 4 مضاعفة، الحركة رقم 5 قسمناها على N على عدد اللينز. طب ليش ما قسمناش 2؟ قسمنا بس 5. أنا هنا في 7 بدي أميل كده، همشي موازي للحركة 5، وبالتالي غالبا حختار واحد من اللينز اللي هو قريب عليا وهو اللي يصير عندي كونفليكت بينه وبينه، لكن اللي حيمشي جنبي غالبا مش حيأثر علي ولا حأثر عليه. نفس ما حكينا في الحركة 9 اللي كان بتروح يمين وقلنا بتمشي موازي للحركة 2 وبالتالي قسمنا الفلو على عدد اللينز. إذا هنا في 5 على N. بالنسبة للحركة 6 برضو ضعفناها عملناها 0.5، وفي عندنا ملاحظة دي الآن بنشوف إيش الملاحظة دي. أضفنا إلهم هذه شغلة جديدة الحركة رقم 12 والحركة رقم 11. طب إيش هي 11 و 12؟ جايين من الماينر. حتى لو جايين من الماينر حيأثروا علينا، لأنه أنا جاي من هنا 7 بدي أدخل كده وهم اللي حركة 12 حتيجي معي هتزحمني على نفس المنطقة اللي أنا داخل عليها. مع وجود ملاحظة هنشوفها اللي ممكن تخليني ألغي 12 لو 12 مفصولة. الحركة 11 اللي هي الحركة جاية ستريت من الماينر رود المقابل، برضو هذه حتتقاطع مع مين؟ مع الليفت اللي جاي من تحت، والأولوية قد تكون ل 11 لأنه هي ماشية ستريت، لكن ضعفناها عملنا 0.5 لأنه إذا أنا كنت ماشي ممكن أسبق وبالتالي مش كلهم حيأثروا علي. طبعا ننساش الحركة 13 اللي هي بتمثل المشاة، ما ينطبق على الحركة 7 بينطبق على الحركة 10. بحصولنا على conflicting volume برضو بنرجع بنطبق المعادلة اللي بتحسب البوتنشال كاباسيتي وبنحصل على قيمة الكاباسيتي. ويعني المسألة مجرد تطبيق لهذا الموضوع، مش مطلوب أن نحفظ هذه الأشياء، يعني ممكن نفهمها ممكن نحاول نحفظها، لكن يعني مش مطلوب أن نحفظها لأنه بتهيلي هذا الكلام مش لازم. في الامتحان الجدول ممكن يكون معطى معك، لكن الشطارة كيف تستخدمه صح. بعض الطلاب إيش حيعمل؟ يقول لك خلاص الموضوع سهل مجرد تطبيق مباشر وبالتالي انسى الموضوع. هيجي في الامتحان يحاول يحل السؤال لأول مرة في حياته، لا حيعرف V ولا حيعرف X ولا حيعرف C ولا حيعرف 0.5 ولا حينسى النوت A والنوت B والنوت C. غالبا النوتس مش هنحطها في الامتحان، أنا هعطيك الجدول النوتس بدك تقول أنت متذكرها وفاهمها. فنصيحتي إنه الموضوع سهل، أكيد سهل، ولكن دائما بنضيف كلمة سهل ممتنع، بمعنى إيه؟ إنه بده ممارسة، بده تدريب، بتحل سؤال او اثنين على الاقل، تابع في الدسكشن علشان تتمكن من الموضوع.
بالنسبة للكريتيكال جاب طريقة حسابها يمكن ما حكيناش عنها المرة الماضية. حكينا عنها، حكينا عن الجداول وكيف نحسبها وكله تمام. ماشي ممتاز. والأجستمنت فاكتورز وقلنا كل واحدة إلها معنى، واحدة على الهيفي فيكلز. يعني هنا هذه البيس فاليو أخذها من الجدول، هذه أجستمنت بالنسبة للهيفي فيكلز حسب نسبتهم والتايم ناخده من القيمة المفروضة، وهنا الجريديان، وهذه بالنسبة ل وهذه بالنسبة لإيش قلنا؟ بالنسبة ل 2 ستيج أو 1 ستيج. هذه بالنسبة ل 1 ستيج أو 2 ستيج موجودة القيم 0 أو 1 وحسب الحالة. إذا الموضوع سهل، وهي الفولو أب تايم موجودة برضه كبيس فاليو وإلها الأدجستمنت فاكتورز تبعتها حسب الهيفي فيكلز برضه كمان الشغلة سهلة. اوكي الان باقي عندنا نحل هذا الاكزامبل علشان نفهم الموضوع بشكل اكثر، حنحله في المحاضره القادمه. واتفقنا انه يوم السبت حيكون في عندنا مراجعه بسيطه على تشابترز اللي داخله بالامتحان 3 و5 و6. فحضروا حالكم للمراجعه. في عندنا الان برزنتيشن واحد من الطلاب بده يعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اليوم حنتكلم عن السايد ديستانس، مسافه الرؤيه. اول شيء حنتكلم مقدمه ان شاء الله. بقول لك في المقدمه حسب الاشتو الامريكي بقول لك ان السايد ديستانس مهم جدا لرؤيه السائق في عام الامام، كذلك هو خط الافق بالنسبه للسائق. مسافه الرؤيه هي خط الافق، كذلك هو مهم جدا لحوادث الطرق فيقلل منها. حنتكلم عن انواع السايد ديستانس. اول نوع ستوبينج سايد ديستانس، بيرسبشن رياكشن سايد ديستانس، ثاني شيء باسنج سايد ديستانس، انترسكشن سايد ديستانس. احنا نتكلم عن ستوبينج سايد ديستانس فقط. هنا ايش بقول لك؟ بقول لك ملاحظه انه رده فعل السائق عند وجود عائق مفاجئ يحتاج الى 2.5 ثانيه لرده فعله، انه يشوف انه في عائق قدامه لتباطؤ سرعه سيارته. ستوبينج سايد ديستانس، ستوبينج سايد ديستانس هي المسافة الكافية التي يحتاجها السائق لإيقاف سيارته بأمان عند وجود عائق بشكل مفاجئ. هي يعني تعريفها بشكل مختصر. تحتوي على perception reaction distance، deceleration distance، safety distance. ممكن تتأثر عن طريق ثلاث عوامل، وهي horizontal curve، عن طريق horizontal curve منحنى افقي، وفيرتيكال كيرف، وموجود برضه عوائق على الطريق. هاي بتوضح كيف صورة توضح الساين ديستانس. ثاني شيء في حلول، اسوأ الحلول ممكن نعملها عشان نقلل من هذه. اول شيء نزيل العوائق الموجوده على الطريق، نزيل العوائق اللي بتحد من البصر. ثاني شيء جيومتريك تشينج ان هوريزونتال اوف فيرتيكال كيرف، بقول لك انه نغير الهندسه للهوريزونتال كيرف والفيرتيكال. صح انه هو طويل الامد بس لكن يحتاج الى وقت ومكلف جدا. حنتكلم في فيديو بحكي عن الاي بي اس، تقنيه الاي بي اس. سيف بريكنج وذ اي بي اس فروم بوش. تقنيه الاي بي اس هي لما تكون انت ماشي على طريق فيه ميه بتمنع الانزلاق لما تضغط على المكابح، يعني بتوقف، بتخليش السياره تدور. مثلا لو انت بتدور على كير بتخليش السيارة وانت بتخبط بريك بتلف بشكل دورة من فجأة بتدخل. هاي الفيديو يوضح هذا الكلام. Sometimes only full braking can save the situation. Situations, or when braking on slippery roadways, the wheels can lock. The vehicle can no longer react to the driver's steering,
because the locked wheels can no longer convey the optimum braking power and necessary turning force to the street. It hence becomes nearly impossible to evade an obstacle. ABS, the anti-lock braking system from Bosch, prevents locking of the wheels. ABS ensures that the vehicle remains steerable and stable while fully applying the brakes. The ABS control unit also continuously monitors all wheels by means of wheel speed sensors. Should the system recognize that a wheel is locked, ABS immediately intervenes and systematically regulates braking pressure. ABS can regulate each individual wheel within milliseconds. With the electronic anti-lock braking system, a sort of electronic intermittent braking, ABS achieves stability and steerability with the shortest possible braking distance. Let's have a look at the ABS benefits in practice. With ABS, the braking distance is significantly shorter and the vehicle remains stable. تعليقات على البرزنتيشن على الفيديو اللي عرضنا اياه؟ تفضل. الابياس هذا غير منطقي. غير منطقي ليش؟ حكيت ما يكون في زيوت مثلا بالشارع. ليه؟ يعني الابياس هو حكى نوعا ما بجو البريك. بس ليش دخل الزيت بالعجل؟ بصير في احتكاك لازم يسكت في لفه يعني. الزيت على الخلف او الزيت هو حكى على الميه هو. كش على الزيت المية يعني بتعمل لوبريكيشن شوي. هل قلت انت بدك تتحدى بدك ما بتثبت العكس. الاي بي اس سيستم ايش بيسوي؟ طلعوا نصيحة السائقين دايما قبل ما يعملوا الاي بي اس سيستم، اذا بتعمل بريك مفاجئ ما تعملوش مرة واحدة، يعني اكبس وارفع رجلك واضغط مرة تانية ثلاث اربع مرات عشان تثبت السيارة. وبالتالي هذه الشغلة ممكن تعملها بس لو انت واعي
بس لو تفاجأت بحدث معين ضربت بريك مش حتصحى انك ترفع وتنزل البريك مرتين، وبالتالي بتسحل منك السيارة وبتزحلق وتفقد السيطرة. لان الاي بي اس ايش بيسوي؟ بقول لك انت بتقلقش، احنا ويل تيك كير اوف ات. انت بتضغط ضغطة واحدة قوية هو بياخذ وبيعطي البريك لوحده، حتى بتحس انت انه البريك بيتحرك تحت رجليك. لو مش منتبه ومش عارف الاي بي اس كيف بيشتغل بتخاف اول مرة. فهو بياخذ العمليه هذه بالاضافه لتقنيات اللي تم طرحها، يعني معايره الزيت في داخل البريك نفسه الى اخره، ثبات السياره، تقصير المسافه تبعت التوقف، وبالتالي بيزود الديسيليريشن ريت. فواضح انه سيستم مجرب ومطبق عمليا. اذا بدنا نتحداهم بدنا ايه زي ما قلنا نعمل حاجه تثبت كلامنا. طيب على البرزنتيشن الاولى على السايد ديستانس تمام. شكرا للشباب، في عندكم اي استفسار اي سؤال؟ تمام، نشوفكم اذا يوم السبت ان شاء الله بكون عندنا المراجعه.